هنعمل بقى شوية ايه، سردين اخضر. عارف طبعا السردين الاخضر استاذ محمود، طبعا، السردين الاخضر المبرومة ايوه، اهل اسكندرية والسواحل. هنعمله بقى ده بشوية طحينة كده وشوية جزر طب وشوية ما هو زيتون. ما... طب ما اي سردين برضو ينفع غالية. هو اي سردين ينفع، بس الخضرة المبرومة اللي هي بتبقى مبططة الحلوة، اللي زي الكرابيك دي، زي كرابيك حلب، بتبقى ملحمة. بس يعني برضو نقول للناس لو عنده، لو في عنده سردين العادي يمشي ولا ما يمشيش؟ لا يمشي، يمشي. طيب يمشي، يبقى زي الفل، ما طب يجرالوش نعمل حاجة. فيه ايه ده بقى؟ هقول لحضرتك حالا هنعمل فيه ايه. هو هنجيب سردين ومعانا ليمون، سردين اهو، سردين بقى، وتنضفيه من الشوك ومن بطنه وتخليه فله. ومعانا زيتون اسود منقوع عشان الملح، احنا بنتعامل مع حاجات كلها ملح وعاوزين نقلل من الملح بتاعها، يعني احنا بنعملها كده بندخل لها حاجات عشان نقلل من الملح لمرضى الضغط والناس اللي ما بتحبش الملح. زيتون اسود وزيتون اخضر وجزر مبشور، ومعانا فلفل اخضر حلو او عاوزاه حراق براحتكم، ومعايا بصلايه حلوه كده مبشوره، يعني برضو الوان، الالوان بتغذي المخ، الالوان بتغذي المخ. كله حاجات ملونه تعوشوا زي امي 80 سنه مخكم منور. طيب الله يفتح عليك. والحاجات الملونه رخيصه، ما هيش غالي. لا، في متناول الجميع. الجزر والبصل والقوطه والحاجات دي كلها. هنحط بقى ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، احنا هنعمله بوريه، يعني هنطحنه في الكبه. اللي عاوز يهرسه بالشوكه، مش عاوزه بوريه ويضيف عليه كل الحاجات دي، براحته. طب كويس. اللي عاوزه يعني بقى يعمله في زي احنا ما نعمله طريقتين. كده، على حسب كل واحد الاكل كيف. صحيح. يعني ما حدش يغصب على التاني. الاكل كيف. تمام تمام هنيجي بقى، حطيناه كده، هنحط عليه شوية زيت. اللي عاوز يحط زيت زيتون متاح، عاوز يحط زيت عادي متاح، كله برضو موجود. انت وكيفك، انت او انت وكيفك. وكيفك، ماشي. ده موجود وده موجود. بس زيت زيتون صحي اكتر. زيت زيتون صحي اكتر، بالذات لو ما طليتوش نار. شفا وعافية، شفا وعافية. وهنحط شوية طحينة اهو، حط شوية كمون وشوية شطة. هو يا الكمون سيدي والشطة، لا حد يا بقى يقول سيدي. لي فلفل اسود ولا البابريكا ولا الكلام ده كله، اصلها طيب، هو الكمون والشطة. حلو قوي. زي الفل اهو. شوية تاني هنا هم، وهنحط معاهم البصلة المبشورة، علشان بصلة البصل مبشورة. البصل شافة، البصل شيف اهو. ما احنا بنقول الوان ليه؟ عشان البصل ينزل معاه على طول. كل الكلام ده بقى ما عدا الزيتون والفلفل، هما اللي هيفضلوا في الاخر علشان يفضلوا مصحصحين كده. ايه والجزر، انت قلت الزيتون لو عايزين نقلل الملح نغسله، لازم يتنقع، يتنقع يتنقع، ده يتنقع عشان ينزل كل ملحه، احنا بنتعامل مع حاجات حادقه. طيب هنعصر برضو ليمون، حطي بقى ليمونتين كبار كده حلوين، يكونوا ايه، ملو ملو العين كده. الليمون الليمون ايه، اليومين دول زي الفل، زي الفل. ده ورد مفتح، ده شفا وعليل، صحيح، ده شفا وعليل، ده هو ده يشفي العليل، الليمون ده هو. والله ده الناس لو تعرف قيمه الليمون والبرتقال، بس الناس كل ما هو رخيص يدوله ظهرهم. ده في حاجات حلوه ربنا منزلها علينا حلوه. عندك ولا اكله لجنة. غاليه تطفي نار الشوق؟ عندي، عندك. طب حلو قوي. عندي طيب. اكله تطفي نار الشوق، امال ايه. ده لو كانوا عرفوا يجيبوا لي شويه رجله كنت طبخت لك طبق رجله. ولا تقول لي بقى هو ده بقى ده علاج الكورونا، كانت الكورونا شافته جريت. الرجله دي مملكه، ده كنا بناكلها زمان كتير قوي، مش عارف الناس بطلت تاكلها ولا احنا اللي بطلنا ولا ايه. بياكلوهاش غير بره في السلطات، علشان خاطر بتبقى متقمعه وخواجايه. ياكلوها بره في السلطه ويسموها بجله.
ده احنا عشان كنا بناكلها زمان على طول الرجلة دي. اه عشان هي ايه تبقى خواجاية. كويس الله. بس هنطحن ده بقى كله في قلب بعضه كده نقول بسم الله. يا في الخ... يا في الخلاط يا في الكبة يا بالشوكة اللي يعجبك. اللي يعجبك. اه انتوا بقى دي مش راضية تدور ليه انا مش عارف. الكبة بتاعتنا بايظة. اه مش عارف. معلش انا عمال ادور فيها. اه ممكن بقى لو خدوا فاصل ولا حاجة يجوا يدوروها عشان نغرفها زي ما يحبوا. خلاص ما احنا هنسيب للناس بقى الاختيار. هنسيب بقى. احنا عملنا التكوين. اعملها. احنا عملنا التكوين. اطلعها لك برضه تشوفها. طب بيجي حد يشوفها لي قبل ما اقلب المربى. اه سيبيها ديت كده هيجي حد من زمايلنا ياخدها ويشغلها. اه يجوا يشوفوها بس قبل ما اقلب المربى. اهو المربى طيب. بقى بصوا اهي. اما تاخدي من اي مربى خدي من الجناب كده نزلي السكر اللي بيبقى في الجناب نزلوه كده. لما تغلي. اه لما بيطلع تغلي بياض كده. ايوه كل الرغاوي بتاعتها دي تشيلها. تنزل كده. اه تنزل. تشيلها بره. ممكن تتشال بره كده تتلم وممكن تاخدوها في الحروف كده لما تبتدي تلف نروح شايلينها كده مره واحده. وتطلع بره تطلع بره الحله. ايوه. اه. علشان دي بتخليها تسكر. كويس. وده ينطبق على العسل برضو يا غاليه؟ العسل بتاع الكنافه والحلويات؟ اه طبعا برضو الرغاوي دي تتشال. تتشال لان دي بتسكر. طب كويس. دي بتخليها تسكر وتخليها تعمل تخلي الحاجه بعد ما تبرد ترجع سكر. اه تفصل. كويس كويس. تفصل تخلي ده فوق وده تحت تفصل تاني من اول وجديد. وانت على العسل يا غاليه بتحطي الليمونه قبل ما يعقد ولا بعد ما يعقد؟ لا اول ما يغلي غلوتين بنبتدي نحط الليمونه. تمام. علشان خاطر وهو لسه ما مغليش وحطينا الليمون مش هيعقد بسرعه. يعني غلوتين عصرين نص ليمونه بالظبط كده. يعني هو بقى بياخد ايه يا دوبك قلبتين كده ويروح متظبط. لان طبعا الحلويات الشرقيه مش كلها زي بعضها. البسبوسه بتاخد شربات ما يكونش معقود قوي. بلح الشام يكون عسله تقيل. كل دار وليها مدار. كل دار وليها مدار. يا سلام يا سلام. اسطى انت والله يا غاليه اسطى. كل دار وليها مدار. كل دار وليها مدار. صحيح. صحيح. كل دار وليها مدار. كل حاجه وليها طريقتها. طيب يا جميل قولي بقى كمان انت فين دلوقتي؟ انت لسه في العسل؟ انا اللي دي انت لسه هي في المربى؟ انا المربى براحتها هي خلاص هتخلص وبنحاول نشغل الكب عشان نطحن دم. طيب هتعملي لنا حاجه تانية ولا ايه؟ اشتغلت اهي والنبي وشك حلو. اهي شغاله اهي فله. هي هتبقى بوريه كده ماسكه نفسها شويه اهي. عاوزين بس نطلعها في بوله كبيره عشان لما تتقلب بس كده فله اهي. تسلم الايادي والله اهي. الله. هننزلها الله. بقى في بوله كده عشان نقلب معاها بقيه الخضار. مع السردين ده. السردين ده بيبقى حلو حلاوه. تعملوه بقى سندوتشات تعملوه سلطه بيبقى حاجه جميله. ده هو طبق سلطه جنب الاكل تحفه. ده السردين ده كافيار الغلابه. صحي جدا كله بصل وتوم وليمون وبتاع. حاجات صحيه جدا. ده كافيار الغلابه. صحيح. امال ايه؟ يعني هو الغلبان مالوش نايب؟ ما ياكل برضه. لا ليه والله. ياكل ويبقى الدنيا برضه معاه حلوه. الحمد لله. ده مذكوره. بس هو الزمن معاكس معاهم اليومين دول شويه. معلش. معلش. والله ان شاء الله هتفرق يا استاذ محمود. يا ما دقت على الراس طبول. صحيح صحيح. وهتعدي. هتعدي ان شاء الله. ان شاء الله هتعدي. ده احنا ناس بنستحمل قوي. هنحط شويه زيتون اسود وشويه اخضر وشوية جزر كده حلوين لونهم كده يفتح النفس. يا حركاتك انت غاليها. ده بقى طبق تحفة اهو. وشوية فلفل كده اخضر. وشوية بقى زيت زيتون بقى لو فيها او شوية زيت عادي كمان كده.
ونقلبها تقليبه حلوه وتاكلي احلى سردين فله. دي متهيألي بقى ممكن تتحط في علبه بلاستيك وتقعد في التلاجة اسبوع ولا يجرى لها حاجه. تقعد اكتر من اسبوع ولا يجرى لها حاجه ولا اي حاجه، وتاكلها مع الاكل مع غدا في اي حاجه جنب الاكل حبيت تحدق اللي يريحك. حلو قوي، اصلها مش هتبقى حادقه.